السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الأول الابتدائي، أهلا بيكم في درس جديد. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن حرف الجيم والكلمات اللي أخدناها عن حرف الجيم. أول كلمة معانا كلمة جزر، جا الجيم عليها فتحة، الزين عليها فتحة، والراء عليها تنوين بالضمة. تعالوا كده نحلل كلمة جزر. كنا اتفقنا في الحلقات السابقة إن أي حرف عليه فتحة أو ضمة أو كسرة في تحليل المقاطع الصوتية بيقف لوحده، فأدي الجيم هي بتقف لوحدها. ممكن نكتبها مشبك، ممكن نكتبها انفرد، ويفضل نكتبها مشبك، يعني نكتبها كده. وبعدين الزين لوحدها والراء لوحدها، وبكده نكون حللنا كلمة جزر. الكلمة اللي بعد كده عندنا كلمة رجل، الراء تحتها كسرة، الجيم عليها سكون، واللام عليها تنوين بالضمة. تعالوا كده نشوف تحليل كلمة رجل. كنا اتفقنا في الحلقات السابقة إن أي حرف عليه سكون، الحرف الساكن ده هوت بيخليني بيقف مع الحرف اللي قبليه في تحليل المقاطع الصوتية. كنا قلنا إن الحرف الساكن ضعيف وما بينفعش يقف لوحده، لازم يقف مع حرف متحرك عشان يسنده. في تحليل كلمة رجل هتبقى الراء والجيم مع بعض واللام لوحدها. بعد كده عندنا تحليل كلمة رجل. رجل زي ما انتوا شايفين كلمة رجل ورجل نفس الحروف بالظبط، الراء والجيم واللام. الفرق الوحيد ان انا عندي كلمة الراء هنا عليها فتحة والجيم هنا عليها فتحة، غير كلمة رجل. يعني التشكيل مختلف في الكلمة، في كلمة رجل عن كلمة رجل. وتحليلها بيكون ازاي؟ عشان كلها بقى الراء عليها فتحة والجيم عليها فتحة واللام عليها ضمتين. وكنا اتفقنا زي ما قلنا في الحلقات اللي فاتت ان اي حرف عليه فتحة عفوا او ضمة او كسرة بيتحل لوحده، يبقى الراء لوحدها والجيم لوحدها واللام لوحدها. بعد كده عندنا كلمة جذر. الجيم تحتها كسرة والذال عليها سكون والراء عليها تنوين بالضمة. وكنا اتفقنا قبل كده ولو حد مش عارف ايه هو الجذر، الجذر هي لو احنا زرعنا اي نبات او اي زرع، يعني بيكون ليه حاجة كده تحت الارض. الحاجة اللي تحت الارض دي هي اللي الزرع بياخد منها المية اللي موجودة في الارض، والغذاء بتاع الزرع اللي بيقدر عن طريقه الزرع يكبر. فاللي في الارض ده اسمه ايه؟ هو ده اللي اسمه ايه؟ هو اللي اسمه جذر، عشان لو حد مننا مش عارف كلمة جذر دي يعني ايه. تحليلها ازاي؟ هيبقى الجيم والذال مع بعض. وليه الجيم والذال مع بعض؟ عشان الجيم عشان الذال عليها سكون والراء لوحدها. بعد كده عندنا كلمة جابر. جابر ده اسم واحد طبعا. هنا اللي التشكيل الجيم عليها فتحة والألف ما عليهاش حاجة والبه تحتها كسرة والراء عليها ضمتين. هنسأل نفسنا سؤال، هل الألف ده حرف مد؟ تعالوا كده نشوف. في 3 شروط لحرف المد عشان نعتبر الألف أو الواو أو الياء حرف مد. أول حاجة إن ما يكونش في أول الكلام، ما عدا كنا قلنا في الدروس السابقة إن ممكن تبقى الألف مادية في أول الكلام لو عليها العصفورة دي أو عليها الموجة دي. لو الألف جت كده بالشكل ده في أول الكلام تبقى ألف مادية. ليه؟ لأن قلنا إن الألف دي بتنقسم لألفين، ألف عليها همزة وألف زائد ألف ألف مد. يبقى أول حاجة دي الحالة الوحيدة بس للألف اللي بتكون لما الألف تيجي في أول الكلام وتكون مادية، لما تكون عليها موجة. لما تكون الألف تيجي في أول الكلام وعليها موجة تبقى ألف مادية. طيب لكن حروف إبلاغ غير كده، الألف لو جت في أول الكلام ما تبقاش حرف مد. الالف لو جت في اول الكلام في اول الكلمه ما تبقاش حرف مد، تبقى حرف مد بس لو عليها موجه زي ما قلنا. طيب لكن الاساس في المد ان هي تكون في وسط الكلام او في اخر الكلام. طب الالف هنا في وسط الكلام او في وسط الكلام؟ طب الحرف اللي قبليها عليه فتحه ولا ضمه ولا كسره؟ برضو كنا قلنا في الحلقات السابقه ان لازم عشان نعتبر الحرف اللي عندنا ده الالف او الواو او ليه حرف مد، لازم يكون الحرف اللي قبليه واخد التشكيل
اللي هو زي الايه المد اللي بعديه. يعني ايه مثلا الكلام ده؟ يعني انا هنا عندي مد بالالف، فحرف الجيم عليه فتحه، فحرف الجيم عليه فتحه ويبقى بعديها مد والالف، يبقى ينفع الحرف ده يكون حرف مد. يبقى وكمان الفكره الثالثه ان كمان الالف ان هو ما عليهوش اي تشكيل، لازم حرف المد عشان نعتبره حرف مد ما يكونش عليه اي تشكيل، لكن لو كان عليه اي تشكيل من اي نوع مش هيبقى حرف مد، مش هيبقى حرف مد. وعلشان كمان خدوا المعلومه دي، علشان نعتبر الالف حرف مد لازم الحرف اللي قبليها يجي عليه فتحه اللي هو الحرف الممدود، ولازم لو عندنا مد بالياء لازم الحرف اللي قبليها يكون تحتيه كسرة، ولو عندنا مد بالواو لازم الحرف اللي قبليها يكون عليه ضمة. يبقى تاني الحروف الممدودة الحرف الممدود عشان نعتبر حرف الألف أو حرف الياء أو حرف الواو دي حروف مادية، لازم الحرف اللي قبل حرف المد لو عندي مد بالألف يكون الحرف اللي قبليه عليه فتحة، لو عندي مد بالياء يكون الحرف اللي قبليه تحتيه كسرة، لو عندي مد بالواو يكون الحرف اللي قبليه عليه ضمة. وبنسمي الحرف اللي قبل حرف المد باسم الحرف الممدود، باسم الحرف الممدود. نرجع مرجوعنا لكلمة جابر. يبقى عرفنا هنا ان عندنا كلمة جابر اولها يعني الجاية المادة في وسط الكلام، مع الألف ما عليهاش تشكيل والحرف اللي قبليه عليه فتحة، يبقى صح فعلا كده الألف دي ألف مادية. تعالوا كده نحلل الألف المادية، الجيم والب والألف مع بعض والب لوحدها والراء لوحدها. وليه الجيم والألف مع بعض؟ لأن احنا اتفقنا قبل كده ان حرف المد برضو من الحروف الضعيفة زيه وزي الحرف الساكن، ما ينفعش يقف لوحده أثناء التحليل، وبالتالي لازم يقف مع الحرف اللي قبليه في التحليل. والب عليها كسر تحتيها كسرة يبقى هتقف لوحدها، والراء عليها ضمتين يبقى هتقف لوحدها. لما يجي يقول لك استخرج من كلمة جابر حرف المد، هقول له حرف المد هو حرف الألف. ولما يجي يقول لي استخرج الحرف الممدود، هقول له حرف الممدود هو حرف الجيم، أو الحرف الممدود هو حرف الجيم. يبقى فين حرف المد؟ هو حرف الألف، أما الحرف الممدود فهو حرف الجيم. بعد كده عندنا كلمة عجيب. عجيب، كلمة عجيب تحليلها وعامل إزاي؟ أول حاجة تعالوا كده نسأل نفسنا، كلمة عجيب اليه دي هيه مادية ولا مش هيه مادية؟ اول حاجة جت في وسط الكلام، ودي اول شرط معانا اتحقق، لان اليه والواو علشان يكونوا حروف مادية لازم يجوا يا اما في وسط الكلام يا في اخر الكلام. يبقى اليه والواو عشان يكونوا حروف مادية لازم يجوا يا في اول الكلام، يا في وسط الكلام يا في اخر الكلام. لو جم في اول الكلام ما ينفعش يبقى حرف مد. الحرف اللي قبليه لازم يكون تحت المد اللي بالياء، لازم الحرف الممدود اللي قبليها لازم يكون تحتيه كسرة. فعلا الجيم تحتيها كسرة، واليه كمان ما عليهاش اي تشكيل، فعلا اليه ما عليهاش اي تشكيل، يبقى اذا الياء دي هنا حرف مد. تعالوا نحللها مع بعض، هتبقى العين لوحدها، وهتبقى الجيم والياء مع بعض، وهتبقى الب لوحدها. طيب لما يقول استخرج حرف المد، هقول له حرف المد هو هنا عندنا هو حرف الياء، ولما يقول استخرج الحرف الممدود هقول له حرف الممدود هو الحرف اللي قبل حرف المد هو حرف الجيم، هو حرف الجيم. بعد كده عندنا كلمة وجوه. وجوه، وكلمة وجوه فيها واو. طيب يا ترى الواو دي واو مادية ولا مش واو مادية؟ أول حاجة جت في وسط الكلام، يبقى أول شرط معانا اتحقق. والواو الأولانية دي يا جماعة اللي هي الواو الأولانية في كلمة وجود، وجوه عفوا، ما تنفعش تكون حرف مد. ليه؟ لان اول شرط ما اتحققش فيها ان هي جايه في اول الكلام، واحنا اتفقنا ان الالف والواو والالف والياء لازم يكونوا يا في وسط الكلام يا في اخر الكلام، ما عدا الالف اللي عليها موجه هي الوحيده اللي تعتبر الف ماديه، لكن الالف اللي عليها همزه او الالف الفاضيه اللي بيجي في وسط الكلام كل ده ما يعتبرش الف ماديه. والالف اللي عليها همزه اصلا مش الف ماديه، جت في وسط الكلام، جت في اخر الكلام، جت في وسط في اي حته في الكلمه ما تعتبرش ايه الف ماديه. تمام. طيب كلمة وجوه بقى، الواو الأولانية ما تعتبرش حرف مد، لأن أول حاجة جت في أول الكلام، تاني حاجة عليها تشكيل، يبقى ما تنفعش دي تكون حرف مد معانا. طيب الواو بقى اللي في النص، يا ترى حرف مد ولا مش حرف مد؟ أول حاجة جت في وسط الكلام، دي أول شرط اتحقق معانا، تاني حاجة ما عليهاش تشكيل،
يبقى تاني شرط اهو اتحقق معانا. تالت حاجة الحرف اللي قبليها عليه ضمة، واحنا اتفقنا ان الحرف الممدود في الواو اللي قبل حرف الواو عشان نعتبر ان الواو دي حرف مد لازم يكون عليه ضمة. يبقى اذا هنا الواو اللي في النص هي عبارة عن حرف مد، تحليلها بقى الواو لوحدها والجيم والواو لوحدها والميم الماما عفوا والجيم والواو مع بعض والت المربوطة لوحدها والت المربوطة لوحدها. طيب ليه كلمة وجوه اتحللت بالمنظر ده؟ احنا قلنا ان الواو هي عليها ضمة فهتقف لوحدها. تاني حاجة الجيم والواو هنا هوت عليهم الجيم هنا احنا اتفقنا ان حرف المد لازم يسند على الحرف اللي قبليه اللي هو حرف الجيم، والت المربوطة بتقف لوحدها، وهنا هنا مفيش نقطتين اللي هي بقى دي هي مش ت مربوطة. طيب لما يقول لي فين حرف المد هقول له ايه؟ حرف المد هو هنا هو حرف الجيم عفوا هو حرف الواو، اما الحرف الممدود اما الحرف الممدود يبقى حرف المد هو حرف الواو، اما الحرف الممدود هو حرف الجيم، الحرف الممدود هو حرف الجيم. تمام كده يبقى احنا كده عرفنا حروف حروف او كلمات حروف حرف الجيم. تعالوا كده نشوف شبكة المفردات بتاعة حرف الجيم. عندنا اول حاجة كلمة رجل، رجل عندنا رجل عندنا جزر عندنا كمان كلمة جزر، وشايفين برضو جزر وجزر قريبين جدا من بعضهم، بس الفرق هنا عندنا هنا في كلمة جزر عندنا هنا حرف الذال، لكن في جزر عندنا حرف الزين، بالإضافة طبعا إن التشكيل مختلف. كمان عندنا كلمة جابر وعندنا كلمة عجيب وعندنا كلمة وجوه، ودي شبكة كلمات شبكة كلمات عفوا شبكة حرف الجيم بالسبع كلمات بتوعها. عايزاكم تذاكروهم كويس وتذاكروا الشبكة كويس وتذاكروا التحليل وتذاكروا المقاطع التحليل المقاطع الصوتية، وكمان تذاكروا ايه هو حرف المد وايه هو الحرف الممدود. اشكركم جدا واشوفكم الحلقة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.